الفترة اللي فاتت ايش اخذنا؟ اخر شيء لا تريفيو. طيب الرجوع السريع، لقيت قلنا في عندي ثلاث تاجات اساسية صح؟ هاي اول تاج، طبعا الثلاثة ثنائيات، جوا ايش بكون عندي؟ قلنا بنعمل تاب بعدين بنعمل هيد، وبعدين طيب بعدين نيجي جوا البطي بنحط تاجاتنا وجوا الهيد بنحط تاجاتنا. قلنا الهيد للاعدادات صح ولا ما حكيناش لسه؟ حكينا للاعدادات السيتنج انه اي شيء بتكتبه هنا ما بيظهرش في الصفحه، تاثيره بيظهر عندي، حكينا الكلام هذا. وحكينا البادي انه هو فعلا الموقع الفعلي تبعي، وحكينا لو انا مثلا عندي تاج اسمه بوكس مثلا بالشكل هذا بدنا نعطيه اتريبيوت، اتريبيوت خصائص، يعني قلنا الخصائص نوعين عامه وخاصه. الخصائص العامه بنفع تعطيها لكل التاجات، والخصائص الخاصه تتميز فيها بعض التاجات. فمثلا انا عندي اتريبيوت اسمه مثلا نيم قيمته مثلا علي، فهذا عبارة عن اتريبيوت كامل اسمه نيم ايش قيمته؟ قيمته علي. لو بتعمل اتريبيوت ثاني نفس الفكرة مثلا ايش يساوي مثلا 10، فصار عندي تو اتريبيوت لنفس التاج، ممكن ياخذ هنا اكثر من قيمة، مثلا مسطرة احمد، مسطرة مثلا اسامة، فصار عندي هذول هذا كله اتريبيوت واحد اسمه نيم له ثلاث قيم، ثلاثة فاليو بيظبط تمام. طيب اجيت نبدا بالشيء الجديد، في عندي معلومه بتقول لي مثلا انا عندي تاج اتش 1 مثلا، وعندي كمان مره تاج اتش 1 بالشكل هذا. هذا التاج مثلا وظيفته يعمل لي عنوان في الصفحه، حلو، هذا بيعمل لي عنوان في الصفحه. طيب الان بقول لك في معلومه عن الاتريبيوت انه ممكن الاتريبيوت يغير وظيفة التاج لبعض التاجات، يعني مثلا نيم يساوي مثلا احمد، وهنا مثلا color مثلا يساوي red مثلا. الان هذا التاج وهذا التاج نفس الوظيفة نفس الشغل، ولكن ممكن الاتريبيوت هذا اللي انا اعطيته للتاج يغير وظيفته، يبطل عنوان، يصير بده يدرس ماستر مثلا في لندن، وهذا ايش وظيفته مثلا؟ بياكل شيبسي في الظهر. فتغيرت وظيفة التاج بناء على مين؟ على الاتريبيوت، بس مش الكل، بعض التاجات. حلو؟ فاللي بدي اياكم تفهموا ان انا ممكن يكون عندي نفس التاج استخدمه بس اتريبيوت مختلفة، كل واحد وظيفة ما لهاش دخل في الثاني. طيب نبدا في التاجات اللي بتنحط في الهيد، اللي هي تاجات لاعدادات. رجعت؟ معلش طيب. فاول تاج عندنا في تاجات الهيد، طبعا عشان تكونوا فاهمين تاجات اللي بتنحط في الهيد غالبا ثابته في كل المواقع، بتتغير بس حاجات خفيفه. طيب اول تاج معنا في عندي تاج احادي اسمه ميتا، وهذا التاج احادي مش احنا هيك بنعمله؟ ما حدش يجي يقول لي التاج الميتا بنعمله زي هيك بالغلط، والله غلطت وعملت ثنائي، هذه كارثه. التاج الاحادي طول عمره بضله احادي، والتاج الثنائي طول عمره بضله ثنائي، وهيك بنفع وهيك بنفع. الاثنين صح بس هيك عشان ما تتلخبطش. تمام؟ طيب. تاج الميتا هذا بياخذ اتريبيوت خاص من الناس اللي عندهم جبات وفلل. الاتريبيوت مش احنا قلنا الناس اثنين، ناس بتاخد كل الخصائص وناس متميزة ببعض الخصائص صح؟ هذا التاج من التاجات المتميزة بالخصائص اللي له، يعني مش كل التاجات بتاخد الخصائص هذه. أول خاصية اسمها تشارست أو كارست، وبتاخد قيمة اسمها يوتي اف 8، هذه ثابتة للأبد، يعني هذه ممنوع تغيرها وهذه ممنوع تغيرها، تحفظهم حفظ. بس بدنا نعرف التاج هذا ايش وظيفته. طبعا تاج الميتا من التاجات اللي بنحطه في الهيد، خلصنا يعني تاج الميتا ممنوع يكون في البادي، اي واحد بشوف هذا التاج الميتا هنا نتفاهم بعدين لوقت الفرج. يعني تاج الميتا وين بنحط بس؟ في الهيد. تاج الميتا اول وظيفه، اول التاج هذا
اول استخدام له انه بياخذ اتربيوت اسمه تشارست وكارست، هذه لها لفظين، نقل اللي يعجبك، تشارست او كارست. هذه قيمتها يوتي اف شرطه 8. تعال نحكي معلومه عن الهامش. في كل لغات البرمجه اللي في العالم، في البايثون وفي الداتابيز وفي الروبي، في كل لغات البرمجه في لكل لغه ترميز، حاجه بنسميها ترميز في البرمجه. كل لغه لها ترميز، ترميز اللغه العربيه على مستوى العالم كله اسمه يو تي اف شرطه 8. طبعا ممكن يكون ترميز مطور، ممكن يو تي اف 8 ام بي 4 وهكذا، بس كل لغه برمجه لازم يكون فيها يو تي اف 8. في الفرونت اند الترميز تبع اللغه العربيه يو تي اف 8. الان هذا السطر كله، هذا كل السطر عشان تضمن انه اللغه العربيه عندك تشتغل في الموقع. الان كل لغات العالم سبحان الله مدعمه تلقائيا ما عدا مين؟ اللغه العربيه. فاحنا بدنا نخزي عينهم ونقش نقول لهم احنا دعمنا اللغه العربيه. يبقى هذا التاج كله بنسميه تاج الميتا مع تشارست يساوي تي اف شرطه 8 لترميز اللغه العربيه. لو هذا كان كابيتال لتر برضه صح، بس الاصح اسمه اللتر. طب برضه مش فاهم، اثبت لي. تعال نعمل مثلا فقره، نكتب مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، وتعال نحفظ شغلنا ونيجي على المشروع تبعنا. افتح المشروع، ايش كتب لي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الان لو انا بدي احط ترميز ثاني، طبعا انت مش لازم تحفظ كل الترميز، انت مطالب تحفظ الترميز هذا. فانا بدي احط ترميز مثلا من عندي بالشكل هذا، وتعال نشوف ايش بده يعرض لي اياه. ليش ما عرضوش باللغه العربيه؟ لانه الترميز هذا لدوله ثانيه. حلو؟ فلقيت لو كان موقعك هندي، كان موقعك ايطالي، كان يعني الزبون اللي انت بتشتغل الموقع اللغه اللي بتشتغلها عبريه مثلا او ايطاليه او هنديه، لازم تكون على زي هيك. يعني دائما في كل مواقعك ايش لازم تخلي هذه؟ يو تي اف 8. خلصنا؟ يعني هذه كلها وظيفتها لايش يا صاحبي؟ لترميز اللغه العربيه. الان في عندي تاج ميتا، نفس التاج بس وظيفه ثانيه، بس هيكون ماخذ اتريبيوت غير هذا، صح؟ لان قلنا احنا الاتريبيوت ممكن نغير وظيفه التاج. فانا عندي تاج ميتا ثاني. طبعا في تاجات ميتا كثير، احنا نشرح بس تنتين اليوم والباقي لوقت الفراغ. ففي عندي اتريبيوت اسمه اسف نيم يساوي ايش؟ ديسكريبشن. ايش يعني نيم يساوي ديسكريبشن؟ وصف. ديسكريبشن معناه وصف، والنيم اسم. هذه الميتا بتاخذ اتريبيوت اسمه نيم، قيمته ديسكريبشن، هذه برضه ثابته ممنوع نلعب فيها. شوف لما اقول لك الاتريبيوت وقيمته ثابته بدك ايش؟ يكونوا ثابتين. يعني غالبا في كل مواقعك هذول السطرين هتسيبهم زي ما هم، يعني الناس خلصت، بس انا بدي اياك تفهم بشكل تكون حافظ. حلو؟ هذا بياخذ اتريبيوت ثاني اسمه كونتنت. كونتنت هذا حقيت نرجع بس معلش معلومه ثانيه على الهامش برضه. الاتريبيوت مثلا تعال نعطي مثلا اتريبيوت اسمه مثلا نيم مثلا. الان يا صاحبي في احيانا اتريبيوت بكون لهم قيم ثابته بدك تحفظهم، ممنوع تعدل عليهم. وفي اتريبيوت ان انت تحط القيم اللي بدك اياها، يعني ممكن هنا احط احمد، لكن مثلا تشار ست يساوي تي اف 8 هذه ايش؟ قيم ثابته، ممنوع تحط تشار ست يساوي احمد. فاللي بقول لك عنه ثابت بدك تبصم وبصم، فهذه ثابته وهذه ثابته، واضح؟ طب ممتاز. ميتا نيم يساوي ديسكريبشن وكونتنت كذا، بدنا ايش وظيفه التاج هذا؟ مين بيعرف؟ فبش بفيدنا هذا الكلام؟ وصف للموقع. وش كمان بفيدني غير انه وصف؟ انه يعني بيساعد في السيو. لو انا اجيت هنا كتبت مثلا دنيا الوطن، صرف يكون فينا، هيو فينا، هيو هنا كتب لي الرابط الازرق صح؟ تحتيه ايش كتب لي؟ وصف.
هذا اللي بيكون مكتوب جوا الكونتنت هنا. اللي انت بتكتبه هنا بيظهر كوصف لموقعك لما تبحث عنه في جوجل. لما تبحث عنه في جوجل، طب هذا الكلام كيف بدي اشوفه؟ مش هتقدر تشوفه الا لما ترفع على السيرفر، يعني بعد ما انت تخلص والمبرمج يخلص ونرفعه على السيرفر. يعني احنا كفرونت اند ايش وظيفتنا؟ نسيب هذه فاضيه. نسيب هذه فاضيه. بقول لك من 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 ال في السيو في الووردبريس، في قانون في الووردبريس، الووردبريس برضه برمجه ويب للمواقع الخدمات جاهزه للمواقع الاخباريه و و و من قو... اي طبعا هذا الووردبريس افضل شيء للسيو، يعني متوافق مع السيو بشكل كبير. بقول لك انه الكونتنت هنا تبعها قانون الووردبريس بقول لك ما يزيدش عن 160 حرف. طب لو زاد عن 160 حرف عادي فيش مشكله، لكن عشان تطلع بافضل نتائج في نتائج البحث وانه موقعك يطلع ترند في البحث، هذا الشيء بيساعدك انه يكون الكونتنت ما يزيدش عن 160 حرف. طب تعال نشوف، يمكن انا بكذب عليك، تعال نفتح دنيا الوطن زي كده. لحق يفصل هو. باشمهندس باشمهندس الفاضل استنى روح قول له بدنا النت، خليه يدبرنا النت. روح واحد فيك يروح. قلت له ولا هو جايب نت ولا شيء. تعال نجرب ثاني. وفي راوتر ثاني مفترض يجيب. طب خلاص، يعني انتم مصدقين، يعني في ثقه صح؟ في ثقه؟ خلاص الكلام هذا هو اللي بكون وين؟ وخلي لحد ما يفتح بنشوف. هو بكون وين؟ بكون هنا. هذول الاثنين في اي مشكله فيهم؟ هذول لازم يكونوا في كل موقع. احنا نسيبه فاضي. احنا نسيبه فاضي طبعا. في اي سؤال هنا؟ ايوه اجل. تعال نشوف هنا. شيء هذا الموقع هنا. هاي. شايفين ايش كاتبين الميتا هنا؟ ايش كاتبين؟ اف 8. انزل تحت شويه. هاي. شايف ميتا نيم يساوي ديسكريبشن؟ كونتنت تاب. اذا حاب يشوفنا نعمل. شايفين هنا؟ نيم يساوي ديسكريبشن هاي، ايش كاتب لك هنا؟ صحيفة الكترونية مهتمة بالكذا. فهي هو نفسه اللي انت شفته قبل شوية كان مكتوب وين؟ هنا. طيب هدول الاثنين فيهم أي سؤال؟ واضحين 100%؟ طيب من التاجات اللي بتنحط كمان في الهيد، طبعا في كمان قانون، في قانون مقدس عندنا، ايش هو القانون؟ انه لازم تاجات الميتا تكون أول شيء في الهيد. يعني ممنوع تحط لي تاج قبل الميتا جوا الهيد، لازم هو يكون الابن الأول. إن شاء الله 100 ميتا، ال 100 ميتا هدول يكونوا من يكونوا؟ تحتي. في بداية الهيد مباشرة، بدك تحط تاجات مختلفة غير الميتا حط تحتي. بدكم دليل ولا في ثقة؟ في ثقة. خلاص عشان النت، لو في نت كان ايش لقيت نشوف. افرجيكم عشان تعرفوا بالدليل. ايوه تمام. طيب تعال نشوف مثلا موقع بوتستراب مشهور، تعال نشوف ايش بقول لنا. تعال هنا. تعال على البيسك تمبليت هنا ايش بقول لك؟ تعرفوا انجليزي ولا تعرفوش؟ طيب هنا بقول لك هي عامل لك الهيد وكاتب لك الميتا. طبعا في ميتا لسه ما شرحناهاش، في ميتا هنشرحها لقدام ما تقلقوش. ده above the 3 ميتا بقول لك انه الميتا الثلاثه هذول اللي فوق التاجات اللي فوق must come first in the head. ايش يعني؟ بقول لك انه يجب انه الثلاثه ميتا هذول لازم يكونوا وين؟ في اول الهيد. طبعا ده بينطبق على الميتا هذول الثلاثه بينطبق على باقي الميتا.
ممتاز. فخلص الميتا دايما بقول لك must come first in the head، لازم يكونوا في اول الهيد. خلصنا؟ طيب في عندي مثلا لو انا اجيت هنا نفتح ثاني دنيا الوطن ونشوف الفرق بين الاثنين. لو انا اجيت هنا فتحت موقع اخباري اسمه دنيا الوطن، ايش كاتب لي الاسم فوق؟ طب انا ايش كاتب لي في موقعي؟ index.html. من وين جابها؟ من اسم الملف. اسم الملف هذا انكتب هنا، طب انا بديش اياه هنا، انت مركز ولا بتسرح كثير؟ ايش كنت احكي؟ تفضل. يعني قاعد جنبي ومش مركز، هذه مصيبتين في بعض. فركز. مش عجباك الدورة؟ انا مش عجباني يعني. عشانك موجود فيها. طب ركز. هنا الموقع دنيا الوطن فتحته، ايش مكتوب هنا فوق؟ دنيا الوطن. طب ايش يعني دنيا الوطن؟ انه اسم موقعهم، عنوان الموقع تبعهم دنيا الوطن. هنا ايش موقعي انا اسمه اللي انا شغال عليه بعلمك فيه؟ index.html. من وين جابها؟ من اسم الملف. افتراضيا بياخذ اسم الملف، طب انا بدي اغير اسم الملف، فقال لك في عندي تاج ثنائي اسمه تايتل. ايش معنى كلمه تايتل؟ عنوان. اللي بتكتبه هنا تعال نقول له مثلا كاسه قهوه، موقع اسمه كاسه قهوه. المفترض انا حفظت شغلي، اجيت هنا عملت تحديث، ايش كتب لي فوق؟ كاسه قهوه. وضحت يا صاحبي؟ فغالبا احنا بنكتبش كاسه قهوه، احنا بنكتب العنوان الرئيسي للموقع. طب في معلومه اخيره قبل ما نخش على التاجات اللي في البادي، طبعا هذا الجزء الاول في اللي بنحط في اللي، طبعا في تاجات كثيره هناخدها مع الوقت، يعني ما حدش يسال عن التاجات اللي في الهيد لسه بدري. مثلا مثلا هجد في فرق بين التاج والاتربيوت، صح؟ ايش الفرق بين التاج والاتربيوت؟ لخبطش، ركز. ايش يعني تاج؟ وصف. ايش؟ ماشي، عرفنا. طب الاتربيوت؟ الخصائص. عام وخاص. طب ماشي، ايش الفرق بين التاج اللي هو بوصف اشي والخصائص والاتربيوت؟ انه التاج تاج اساسي، صح؟ الخصائص خصائص للتاج، جوا التاج بنحط هنا. عرفنا؟ الان مثلا بس بديك تعرف انه ممكن يكون في تشابه بين اسم تاج واسم اتربيوت. في تشابه بين اسم تاج وبين اسم اتربيوت، انا عندي تاج اسمه تايتل، هذا وين ممنوع بس نحط وين؟ في الهيد. الان ممكن يكون عندي يا اسامه تاج مثلا تاج بي مثلا وماخذ اتربيوت تايتل، يعني تايتل يساوي مثلا رحت امبارح، مثلا رحت امبارح طشيت مثلا. الان هذا اتربيوت صح؟ وهذا تاج. هي سؤالي انه ممكن تلاقي تشابه بين اسم الاتربيوت واسم تاج، هذا تاج رئيسي، هذه خاصيه لتاج ثاني، فمش مشكله لو كان في تشابه، طبعا مع الوقت هنحفظه. واضح؟ عرفت فرق الفرق بين الاثنين يا غالي؟ ايش؟ كيف اولويه؟ لا كلهم زي بعض، بس هو غالبا اليو تي اف بتكون اول واحده، بعد كده الترتيب مش مهم. في مليون تاج ميتا عادي مش شرط. طيب بس احنا غالبا ايش؟ بنحط اللغه العربيه اول واحده. ممتاز. في اي سؤال؟ فاهم ايش يا ورد؟ نبدا في التاجات الرسميه. قبل ما نخش في التاجات الرسميه اللي جوا البادي، يعني اللي انا بكتبه هنا المفترض ايش يجي جوا المربع الابيض هذا، صح؟ طيب في لغات البرمجه برضه في عندي حاجه اسمها كومنت، وانتم بتستهينوا في حاجه اسمها كومنت. تعال نشوف ايش يعني كومنت يا اسامه، ايش يعني تعليقات؟ بعلق على الموقع، يعني على الفيس. الكومنت هنا غير كومنتات الفيس، الميمز هذول تقعدوا تضحكوا عليهم. يعني ما بتتنفذش. طيب وش وظيفتها بتكون؟ طب ايش كمان؟ ايوه
برضو ملاحظات، كلامكم كله صح. الآن في عندي حاجة اسمها كومنت غير الكومنتات بتاعت الفيس، يعني ملناش دخل في كومنتات الفيس. في كل لغة البرمجة ورد ايش في عندي؟ في عندي حاجة اسمها كومنت. هذا الكومنت عارف انا ايش انسألت في مقابلة؟ بقول لك ايش انواع الكومنتات؟ والراتب، والراتب كان 1300 دولار في الشهر، يعني وظيفة محترمة. كان ايش؟ كان سؤال، اول سؤال انسألته انواع التاجات في الجافا سكريبت كيف بتنكتب. طبعا الكومنت شيء تافه جدا انه احنا ما بندرسوش اساسا، فتخيل اهميه الكومنتات. تعال نشوف ايش اهميه الكومنتات. اول شيء معنى كومنت يعني تعليق. الان لو انا جيت كتبت هنا ايش يعني برضو تعليق، لو كتبت اي حاجه هنا وحفظت شغلي وجيت حدثت هيكون مكتوب صح؟ انا بدي اكتب كلام هنا ويخليه موجود بس ما يظهرش هنا، يعني ما ينفذوش ما يشوفوش، لكن مين يشوفه؟ انا اللي انا ببرمج بس، يعني زي ملاحظه معينه بديش المتصفح يشوفها، ملاحظه الي يعني، لانه انا عندي مثلا 2000 سطر، فبدي اكتب من سطر واحد لسطر 100 هذول مثلا الاخبار الرئيسيه، من سطر 100 لسطر 200 هذول الخدمات اللي احنا بنقدمهم عشان ما توهش، فبنعمل ملاحظات اللي هي كومنتات. طبعا كل لغه برمجه بكون شكل الكومنت مختلف لكن معناه واحد. هنا ايش بنعمل؟ بنعمل اصغر من فيش الكتر الضاء، لقيت تفضل اقولي لي من غير كتر الضاء، يلا مين حكى كتر الضاء؟ يلا قولوا لي كيف بنكتب؟ فيش عندي كتر الضاء مش عارفها. ايوه ايش نعمل هنا؟ سلاش ايوه اصغر من هيك الكومنت، ايوه طلع عليه ايرور، شيل السلاش برضه غلط. علامة التعجب ايوه سكور عادية صح؟ يبقى هنا كيف الكومنت بنعمله؟ هاي مشكلة الكتر الفار، شفتي؟ هيك انت وقعت في الفخ. أول شيء كيف بنعمل كومنت؟ بنعمل أصغر من وعلامة تعجب داش تنتين مسطرة داش تنتين أكبر من. اللي بين هذول الاثنين هذا هو الكومنت. ايوه بالظبط، شايف انت اساسا كيف جاب لك اياه؟ خطره مات. واضح؟ فهذا كومنت، فاحنا ممكن نيجي نعمل كومنت فوق التاج الميتا هذا بالشكل هذا، نقول له ايش؟ مثلا AR مثلا لانك مثلا هنا نعمل كومنت فوق هذا مثلا ديسكريبشن اور ويب سايت، وصف موقعنا. فانا عملت كومنت هنا كملاحظه عشان اعرف ايش هذه وظيفتها، لكن هذا ببينش في الموقع. تعال نشوف، اعمل تحديث ببين لو احنا جينا هنا بالشكل هذا، شاف كيف جابه بالاخضر، لكن هنا لما بدك تيجي تعرضه بيظهرش بتاتا. وضحت؟ طيب. طب لقيت مثلا الاخت صارت سفاحه في الشغل وحافظه هذه عن غير، يعني هذه خلص صارت بصناها 100% وحطها في جبتها، فليش كل مره بتقعد تعمل زي كده؟ ففي متعارف عندنا كتر المحرف الضاء بالعربي بيعمل اختصار للكومنت، وبعد كده كتر الضاء بالعربي بيشيل الكومنت، يعني انا ممكن اكتب اي جمله وبدي احولها لكومنت بحددها وبعمل كتر الضاء، هيو عمل لي اياها ككومنت. بس احنا بدناش نحفظ، بدنا نكون فاهمين وحافظين في نفس الوقت. واضح؟ فبتيجي تعمل كتر الضاء بروح الكومنت، حاب اعمل كمان مره زي كده. واضح؟ هذا مع السرعه لقدام، طبعا احنا بلزمنا السرعه والاختصارات مهمه جدا، ولكن انت لسه الان بتتعلم، فلازم انت ايش؟ افرض واحد سالك كيف انا بعمل كومنت؟ اقول لك انا في امتحاناتي في الكليه بجيب لطلابي، والله العظيم هيك جبت لهم بالشكل هذا زي كده، فاختر الاجابه زي كده، او مثلا زي كده، أو زي كده، أو مثلا زي كده. طب نقي مين الصح؟ أنت لما كنتش فاهم الأساسيات مش هتعرف تجاوب، هي راحت عليك علامتين، لكن لو أنا فاهم بعرف إنه هذه زي كده، هي بداية الكومنت وهي نهايته. طبعا الكومنت في السي اس اس نفس المبدأ، في كومنت بس شكله مختلف عن هذا، لكن نفس الوظيفة ملاحظات. في الجافا سكريبت في كومنتات،
بس وملاحظات وظيفتها بتبينش عندي، ولكن ايش شكلها المختلف. طب هل الكومنتات بس مفيدة الي؟ لمين؟ مين هو اللي بده يشتغل وراي؟ المبرمج. افرض انت مثلا اشتغلت شغل فرونت وفي واحد تاني بده يعدل وراك بعد سنة، بده يعدل على الموقع، بده يطور الموقع كفرونت برضه. فلو انت مش عامل ملاحظات اللي وراك هيتعذب شوية لو ما كانش شاطر. طبعا كمان مهم جدا الكومنتات للباك اند، يعني تعون الباك اند ده انت مش عامل له كومنتات بدي عليك على المطرح، بقول لك والله ما انا شغال معك تاني. طب انا ليش الناس مثلا اصحابي بيرتاحوا معي؟ لان انا مريحهم، عارف ايش بده الباك. انت اساسا كفرونت وظيفتك تشتغل مصمم مواقع وتريح اللي وراك اللي هو مين؟ الباك اند، مش تعذبه. انت بدك تريح الباك، فالباك لازم يرتاح في الشغل. تمام؟ طيب خلصنا الكومنت، نيجي ايش نعمل؟ نبدا في تاجات البادي. خلينا نبلش. في عندي مجموعة تاجات، لقيت هدول. في أي سؤال قبل ما نبلش؟ 100%؟ هتشغلوهم عملي كمان شوية. فاهمينه؟ ماشي. طيب، في عندي مجموعة تاجات. نبدأ في التاجات الأساسية اللي لقيت، نبدأ تاج تاج. في عندي 6 تاجات بنسميهم هيدنج تاج. وفي عندي مصطلح تاني اسمه هيدر تاج. وفي عندي مصطلح ثالث اسمه هيد تاج. هذه المصطلحات عامة برضه بيجيبوهم في المقابلات عشان يلخبطك. شايف انت بس حرف مختلف او حرفين. الهيد تاج هو الهيد تبعنا هذا. سهل، هيد تاج، صح؟ الهيدر تاج برضه في عندي تاج هيدر انا ما شرحتوش، لقدام هنشرح في المستقبل. في عندي تاج اسمه هيدر مختلف تماما عن الهيد. الهيد هذه من الاساسيات. تاج هيدر تاج مختلف عن الهيد، له وظيفه ثانيه. الهيدنج تاج هذول عباره عن 6 تاجات بنسميهم هيدنج تاج. يعني 6 تاجات يطلب عليهم لقب الهيدنج تاج. ايش يعني؟ اللي هو تاجات العناوين. لو انا بدي اعمل عنوان خبر بدي استخدم تاج من تاجات السته. فقال لي انا عندي اتش 1 بالشكل هذا، عندي اتش 2. هدول تاجات حقيقيه مش انا بالف. خلاص بدينا في الجد، لقيت فيش تاجات وهميه. اتش 3 يعني من اتش 1 لاتش قديش؟ لاتش 6. وبعدين تعال نشوف الفرق بينهم. طبعا انتم ملاحظين انه الست تاجات هدول لايش؟ انهم تاجات ثنائيه، صح؟ تاجات ثنائيه، هي اول ملاحظه. انت اللي بدك تعرف عن التاج لما تشوفه، تعرف لي ثنائي ولا احادي، وتعرف ايش وظيفته. والشغله الثالثه تعرف شو طبيعته. طبيعته احنا لسه ما شرحناهاش، هشرحها في بدايه السي اس اس لما نخش على السي اس اس. يبقى انا كل تاج مطلوب منك من تعرف منه 3 حاجات. هل التاج هذا احادي ولا ثنائي؟ هذا التاج شو وظيفته؟ هذا التاج شو طبيعته؟ عشان اسهل عليه. الطبيعه لسه ما خدناش، فبلزمني من شكل التاج هدول ثنائيات ولا احاديات؟ ثنائي. ايش وظيفه السته؟ السته لهم نفس الوظيفه، عنوان. لو انا جيت على موقع اخباري بالشكل هذا وجيت مثلا على الخبر هذا بدي اقرا، هذا عباره عن عنوان للخبر ولا لا؟ فقال لك العنوان الخبر هذا بتستخدم واحد من السته هدول، نقي اللي يعجبك. معك من 1 ل 6، انا استخدمت مثلا 5، انت حابب تستخدم 2، كله صح. انا عندي مثلا هنا كمان، هي عندي هذا مثلا كمان عنوان، او هذا رابط بس خلينا نعتبره عنوان. هي عنوان، هذا برضه كمان عنوان مثلا، او هذا مثلا كمان ممكن تعتبره عنوان، لكن هذول مش عنوان، هذول وصف الخبر. تمام؟ عندك مثلا خبر بدك تعمل له عنوان، عندك كتاب بدك تعمل له عنوان، عندك مقاله بدك تعمل له عنوان، عندي قسم بدي اعمل له عنوان، هتستخدم ايش؟ السته هدول، واحد منهم. وين بتكتب الكلام؟ بينهم. تعال نكتب الكلام بينهم. هجيت انا بدي افهمك شغله، تعال نيجي هنا عشان انا بدي احاول اسهل لك الامور على الاخر. هجيت شايفين المتصفح جوجل كروم مثلا مخزن جوا المتصفح، كل المتصفحات مخزن جواهم جدول. احنا مش شايفين الجدول هذا. حلو؟ مكتوب هنا التاج
وهنا كيف بيظهر بالمتصفح او كيف بالترجم. يعني مثلا عندي تاج اتش 1 مكتوب قدامه عنوان، حلو. الان كلمه اتش 1 هذه اللي انت كتبتها ما بتظهرش في الموقع، بيظهر مين؟ بيظهر ترجمه التاج. يعني مثلا بدي اعمل صوره، في عندي مثلا تاج ايمج مكتوب في الجدول هذا بيعمل لي صوره، فلو انا اجيت استخدمت تاج ايمج مش هيظهر تاج ايمج، هيظهر الوظيفه تبعتها اللي هو الايمج. وضحت اكيد؟ فهذول الست تاجات موجودين في الجدول تبع المتصفحات، انه هذول السته للعناوين. تعال نشوف الفرق بين السته، ما دام كلهم عناوين ايش الفرق بينهم؟ بقول لك انه الاتش واحد اكبر واحد، شايفين؟ مين اكبر خط فيهم؟ واحد. واصغر واحد؟ ستة. طب انا هنا قلت لك هذا العنوان ايش استخدمه؟ غلط. اي واحد فيهم ليش؟ لانه كلهم بيظبطوا، بس في هنا بيجي دور مين؟ بيجي دور السي اس اس، مش السي اس اس جماليات. لقيت انا ممكن استخدم اتش واحد واخلي حجمه اصغر من اتش ستة، ممكن استخدم اتش اربعة واخلي حجمه اكبر من اتش 1. كيف؟ جمالية. بالجماليات بالسي اس اس، فهمت؟ يعني قلت ما حدش يجي يقول لك والله هذا الانسب له اتش واحد عشان قريب منه، لا هذا كلام فاضي. يعني انت لقيت مثلا هذا يا بتستخدم اتش 1 اتش 2، بس المنطق او مخك بقول لك انه دائما بتختار لمين؟ اللي هو الاقرب للحجم. يعني مثلا هذا اتش 2، بعدين بروح انا اشوف التصميم قديش حجم خطه واروح اعده في السياسه. لكن لو استخدمته اتش 6 غلط؟ لا. صح. لو استخدمته اتش 1 غلط؟ لا. صح، بس بيجي دور مين؟ السي اس اس بجمل نفس المبدا، فاهم الشيء؟ في اي سؤال على السته هذول؟ هذول اسمهم هيدنج تاجز، تاجات العناوين. هيد تاج اللي هو هذا، هيدر تاج، تاج ثالث اسمه هيدر. الان فيش اتش 0 ولا في اتش 7، بس هم السته هذول. واضح؟ فهمت يا غالي؟ انت فهمت؟ ماشي. في اي سؤال؟ متأكد؟ هتروح اخر واحد اليوم، هتضلك قاعد لحد ما تفضل قاعد بعدين تروح. كيف انا معاك؟ ركز معي، فهمهم هذول؟ طيب، ناخذ تاجات جديدة. الآن ممكن يكون الكلام هذا تافه للناس اللي استخدمت الإشي هذا قبل هيك، لكن ممكن أنا أحكي لي معلومة أدفانس ممكن أنت ما تكونش عارفها، فيفضل أنك تركز برضو معي. في كمان شغلات يعني الناس اللي درست المنهج هذا ممكن أول أسبوع أسبوعين تحسه ممل، يعني بتعتبر مراجعة لها، بعد كده إيش ببدأ الجد. طيب، لأنه أغلبه عارف النظري مش عارف عملي، ما دخل السوق العمل. طبعا العملي تبع الدورات غير العملي تبع سوق العمل. انا هنا بديك العملي الخبره تبعتي اللي انا بشتغل فيها، فهمت علي؟ هاي ميزه الدورات. طيب، في عندي تاج اسمه بي، هذا التاج اختصار لباراجراف، ومعنى كلمه باراجراف بالانجليزي فقره، تمام؟ معنى كلمه فقره اللي هو هذا، انا عملت عنوان الخبر وحطيت صورة الخبر وبعدين بدي اكتب تفاصيل الخبر. مثلا انا عندي خبر نزل طازة انه مثلا اسامة، ايش اسمك يا غالي؟ امين. اسامة طعن امين، هيك الخبر. فبدي اجي اعمل اتش 1 اكتب ايش؟ اسامة طعن امين، حلو. الان انا بدي اكتب تفاصيل الخبر انه امين كان ماشي على شط البحر وبعدين راح صاحبه وبعدين دخل البيت، فاجا اسامه صور وبعدين ركب الجيب ورن على اصحابه وكذا. تفاصيل الخبر هذه كلها بنحطها جوا مين؟ جوا البي. يبقى البي هذا وظيفته ان انا احط وصف جواه، تفاصيل. عندي مثلا منتج، والمنتج هذا بدي اعرف ايش وظيفته وايش ايش بيعمل مثلا. فبتلاقي مثلا كاتب لك عنوان المنتج مثلا خاتم، حطيت لك صورته وبعدين بشرح لك عن الخاتم، انه الخاتم هذا مصنوع من مادة كذا وبتحمل درجة حرارة كذا وحجمه كذا وفي منه تقليد وفي منه كذا. فالوصف مش بس للأخبار، وصف أي شيء بدك إياه.
فالكلام هذا كله زي كذا. مثلا تعال ننسى، خلينا بقول لك وجاء تصريح، ابصر ايش المهم كذب لك تفاصيل ايش الخبر او الكذا. الشكل هذا هاي مثلا كتبنا خبر، طبعا هو الاتم في العربي مقرف شويه، معلش هنرجع على الفيجوال المره الجايه او لما نخش في السياسات، فهذه المشاكل كلها تنحل. نيجي على فيو، نعمل جوجل سوفت وير، جاب الكلام كله قدامي. طيب نيجي هنا اعمل تحديث، هاي وصف الخبر وجاء تصريح ابصر ايش والكلام ده كله. تفضل سامع، ايش هم؟ مالهم؟ انت تستخدم واحد منهم الا اذا كان عندك عنوانين تحت بعض، تستخدم الاثنين. لا انا هنا كاتبهم تحت بعض عشان اشرح لك زي ملخص لك، لكن انت في النهايه تيجي زي هيك وتيجي تكتب مثلا اسامه طعن ايش اسمه هو؟ امير، وتيجي تعمل باراجراف تحتيه بالشكل هذا وتكتب تفاصيل الطعن بالشكل هذا. زين طبعا انت اللي بتكتبه بالاول بيظهر في الاول في الصفحه، لو انت حطيت الباراجراف قبل الاتش 1 هتلاقي التفاصيل بعدين العنوان، وهذا مش منطق. اتفضل. تحت الباراجراف عادي. لا يا ابني بتشتغل بالترتيب، اللي انت بتكتب هنا بالترتيب بالشكل. الان لو انت عملت مسافات عموديه بين التاجين، هذه المسافات بتظهر ليش؟ لانه الكومبايلر تبع الاتش ام ال بيلغي المسافات العموديه. طب المسافات بين المحتوى يعني مثلا زي هيك، مثلا هي عملت بين الفرق بين الفقرات، عملت مسافات كثيره. تعال نشوف صار شيء نفس الشيء، المسافات العموديه والافقيه الكومبايلر بيحذفها بشيلها. هاي وظيفه الكومبايلر، انه مثلا بيشيل بعض الحاجات، عنده قوانين انه اي مسافه عموديه او اي مسافه افقيه انت بتعملها بين التاجات او بين المحتوى لو سمحت الغيها. فهمتوا شيء؟ طبعا انا مثلا شغال في موقع مثلا بالانجليزي، الو مثلا ايام مثلا فريلانسر مثلا، حلو، وبدي اكتب فقر عني، وبدي لقيت انت الفقره هذه مش المبرمج هيغير المحتوى في الاخر، انت بتكتب كلام وهمي صح، والمبرمج بيحدث. انت لو كتبت لوريم بالشكل هذا، ركز معي، لو كتبت كلمة لوريم وعملت انتر بكتب لك فقرة من 50 سطر او 10 اسطر وهمية. فهمتوا؟ اعمل حفظ، تعال هنا هتلاقي كتب لك لوريم نفسه. نص ملوش دخل في النصوص، يعني نص عشوائي هبل من جوجل. فهذا بيساعدك في السرعة. فهمت؟ لأنه أنت مش عارف أنا إيش الخبر اللي هنا، تفاصيل. او عندك مثلا انت بتعمل خبرين ثلاثه، فبتحط نص وهم لحد ما المبرمج يشيل الكلام هذا ويكتب كود برمجي. مثلا بقول لك هذا الكلام لو سمحت جيبه من جدول مثلا بوست، مثلا جيب لي منه مثلا حاجه اسمه التايتل مثلا. هذا كله بيجي من الداتابيز، بيجي ايش موجود في قاعده البيانات وتحط لي اياه. انت فعليا هنا بتحط كلام وهمي. فهمت علي؟ مساحه حلو عشان يفهم المبرمج انه هذا وصف، انه في فقر هنا دير بالك. هو بيحذف وقت الفيديو. ايوه بيجيب من قواعد البنات الفيديو. فهمت شيء؟ فتاج البي لايش؟ للوصف. ايش قلنا احنا؟ فقره فقره او وصف يا سيدي. فهمتوا؟ نكمل؟ ولا تريح شوي؟ تريح شوي.